والله صراحة مفاجأة كبيرة. أنا كنت ضيف في برنامج الميدان، فجيت قدمت قصيدة. بعد ما شافني السيد عبد الله حمدان مدلموك قال لي شو رأيك تقدم؟ قلت له ما قد ذعت أنا ولا مرة، لكن فخر واعتزاز من رجل مثل عبد الله حمدان مدلموك أن يطلبني، وإن شاء الله أنا تكون بداية خير لي.